اتهامات بالغش تطال برنامج لالا العروسة 2021 والجمهور يخمن النتيجة. إليكم التفاصيل. فقد خلقت حلقة الأسبوع المنصرم من برنامج لالا العروسة جدلا واسعا لدى المشاهدين، حيث لاحظوا أن هناك ألاعيب تحاك خلف الكواليس لصالح ثنائي معين على حساب ثنائي آخر. والمقصود هنا هو كوب المدينة فاس الذي فضح أمرهم على حسب ما يروج له في مواقع التواصل، حيث لاحظ الناس أن بعض الأسئلة والمسابقات يكونون على علم بها مسبقا، مؤكدين على أن هذا الثنائي جاء للمشاركة في البرنامج وهو يعلم علم اليقين أنه سيفوز باللقب في نهاية المطاف، حيث أن الزوجة قد سبق وشاركت في برنامج تلفزي تبارت فيه مع مؤثرين في عالم الأزياء والموضة، مؤكدين على أنهم يبحثون عن الشهرة من خلال المشاركة في لالا العروسة، مشيرين إلى أن البرنامج هو من قام بالاتصال بهم من أجل المشاركة، كما وقد أشارت الأصابع إليهم خلال هذا الأسبوع بشدة، حيث علق الناس على مرورهم أنه كان يلفه الغش خصوصا بعد فوز أم العريس في مسابقة كانت بينها وبين زوجة ابنها، حيث تمكنت من معرفة كل الجمل التي قالتها الزوجة رغم أن الأم لا تسمع سوى ضجيج الموسيقى، وكان عليها التعرف على الجملة من خلال حركة الشفاه، وسألتها مقدمة البرنامج هدى الريحاني واش كتسمعيني؟ فأجابتها لا كنسمع غير الموسيقى، الشيء الذي أثار غضب المشاهد وراهن على أن البرنامج يستخدم الغش لإنجاح كوب الفاس. والجدير بالذكر هو أن ثنائي مدينة مراكش هم من غادروا هذا الأسبوع معبرين عن غضبهم وعدم رضاهم عن نتيجة البرايم وإقصائهم من البرنامج. ويعتبر برنامج لالا العروسة برنامج مسابقة سنوي مغربي من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يتم بثه على القناة الأولى ويتضمن كل برايم مجموعة من الملخصات والمسابقات والتحديات المختلفة، وتتلخص فكرة البرنامج في إشراك أزواج حديثي الزواج من أجل الفوز بمنزل أحلامهم في مدينتهم وحفل زفاف يتم تنظيمه في مدينة مراكش وقضاء شهر العسل في إحدى البلدان السياحية.